طبعا امشي انا في الردمية وللاسف الصوت مره مزعج مخوف. اسمع الاصوات هذه، يبدو لي العضلات كلها منتهيه، لا مقصات ولا اذرعه ولا فرنجه، لكن بنشوف الان، بنفحص وبنشوف ايش بالضبط، لانه حتى فيه حذفيه في السياره ما هي بسيطه. والله مشكلة صراحة، المشكلة ما هي بسيطة، يعني ما أدري ليش البعض في صحار الناس تلقاه يمشي يسمع أصوات ويمشي إلين ما يكون في الأمر الواقع. للأسف الصوت ما هو بسيط، لاحظ كفر، يعني ما يحتاج نوم، هذا كفر اليسار يلعب. المشكلة من الذراع الداخلي، أسمع الصوت مرة، الذراع الداخلي فضاوة ما هي بسيطة، وليت الكفر واحد إلا كفرين، يعني ما أدري. لاحظوا الكفر، الكفر يلعب، تسمعون؟ يعني هذه كيف بالله بتكون في خط مستقيم وتكون هذه، أول شيء صرفية بنزين، ممكن الذراع يفك معاك في أي وقت يسبب مشكلة. أيضا حتى فيها صار من كثر الفضاء في ذي الكفرين يمين ويسار، صار الكفرات تعطي تزحف يمين ويسار، يعني السيارة تلعب، فعنده مشكلة في الأذرع الداخلية. شوف حتى من كثر الفضاء أو زود الفضاء تحرك شوي يمين يسار، الكفر ما يتحرك. شوف الكفر ما يتحرك، يعني فضاوة ما هي بسيطة، وعشان كده يمكن في السرعات العالية تسبب مشاكل وما في سيطرة في الاستخدام.